ان ناس قعدوا في سفينه، في ناس قاعدين فوق وناس قاعدين تحت. فاللي تحت قالوا كل شويه نطلع فوق عشان نجيب ميه من البحر ونستعملها، طب ما بدل ما نطلع ونضايق الجماعه اللي فوقينا دول، ما تيجي نخرم في السفينه خرم هنا، ما احنا في الميه التحتانيه خالص اللي في القعر ده، احنا عندنا اصل الميه، نخرم خرم هنا وندخل الميه اللي احنا عايزينها بدل ما نقعد نوجع قلبنا ونتعب الجماعه اللي فوق مننا اللي في الدور اللي هو بقى على اللي طافي على سطح البحر ده. تمام؟ فتبص تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه بقى؟ الكلام المهم بقى في الموضوع، قال لو تركوهم يعملوا الفكره الخايبه دي لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم كده غلط لنجوا ونجوا جميعا. يبقى احنا نعمل ايه؟ لما نلاقي حاجه بالمنظر ده انهم جايين مصحصحين كده ومعانا الساده المحامين ومعانا، بنشكر للمره العاشره القضاء والشرطه في الانجاز اللي حصل في مثل هذه القضايا، وبقول لكل مسؤول اعلم ان انت اولا ربنا هيحاسبك على اهمالك، ثانيا الدنيا مصحصحالك. يعني برضو في سياده المحامي العام وسياده وكيل النيابه اللي هنا موجودين شبههم بالظبط، عندهم انسانيه وضمير في كل مكان، فاي مهمل هيقدر اي حد هيعمل غلط هيلاقي دول يمسكوا برضو غلطه ويحاسبوه. ده مفاد الموضوع كله، لان احنا مش هنقعد نبكي على الاطلال فقط، احنا عايزين نستفيد من اخطائنا. والله يرحم اللي مات، ومعانا والد الطفلة مينا